مرحبا بكم ونستكمل. وقبل أن نستكمل يا الحبيب أعطينا من ذا لايكات، لا تنسى مهم لايك. والآن سوف نستكمل وطلع عندنا لغز هنا يا الحبيب، تحط لي هذا الكتاب، تحاول تضبط ذي الصورة اللي قاعدة ورا. المهم وهذا لغزك يا الحبيب ونحل. طبعا ترتب الكتب هنا على الصورة تزبط. الكتاب الأحمر اللي لقيناه اللي فاضي جوته ما في ولا شيء أثري عشان تفك به لغز، وهذا باب جديد ونزل له السلاح القوي والله يستر ونشوف. يا ساتر شو هذا كله؟ شردت. أتذكر أنا في الأول حكسوني وين في كان في كذا في الغرفة. يا ساتر نزلت، ما كملنا كلامنا ويجي بيري يفزع. صح كذا صار في سوني ون. بيري افزع الجال حتى هو بيري راح فيها. بسرعة يا بيري، بيريها احرق. اعطيه نعم ايوه بالشكل. يلا شرينك، انكمش. خلصنا منها بيري اشوى زي في سوني ون. خلصنا منها هناك، خلصنا من هنا. بالله That was close. Thanks again. Don't mention. Thanks. But what was that? وش هو؟ What the hell's going on in this place? والله ما أدري. هاجي معانا يا باري ولا تقعد؟ وش هذاك الشيء اللي يلمع؟ كي! خيرا مانشن كي، يعني باقي البيبان هناك. هلمت كثيرة، بيبان هلمت في القصر هناك مكفولة بالخوذة. تشكرات والله يا ابو البر. باري ها something about that mansion still bothers me. بالله but I think I'll stay here a little longer. We should split up again and investigate. All right. Still bothers you. وانا قاعد تخطط مع وسكر. لا تحسب اننا ما ندري يا ابو البر. طب قبل لا نرجع نشوف ايش في فوق. حاكم محمرة. ها هذه المنطقة اللي ما بدك تروحها من اول. اختصارك يعني. يا ساتر. The door refused to open. ما هو راضي الباب ينفتح. هو الباب اللي دخلنا منه. نخرج من هنا. طب لسه على المنطقة حمراء، يبغى نرجع نشيك نشوف اذا في شيء رصاص ولا شيء. ارجع يا جيل. مثل الزيبق. لا لسه موجود. يدور وكذا ويبحث. بيري وسواليفه. طب ايش في هنا؟ ليش لسه على المنطقة حمراء؟ نشوف. اكيد في الدور الثاني. اكس 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 اكس. او ما في شيء اهم من المفتاح صح ولا لا؟ يمكن يكون رصاص ولا شيء. والله يغنينا على الرصاص حقكم متسوس مدري وين. لذلك ها وسكر. جيل so you're safe. ايوه نعم. بلاهي it was all I could do to protect myself against those strange creatures. بلاهي I understand. Anyway, it's good that you're safe. Did you notice? ايش he sounded a little flaky. بلاهي yeah I'll keep a close eye. Maybe it's quite natural under these circumstances. It's not really our standard operation. Jill, our first priority is to get out of here. I agree.
there are still rooms in that mansion we can't get into because they're locked up. بالله يا انا عندي المفتاح. Okay, if there's anything I'll go back to the other mansion. I'm counting on you. حلو الشعر البني يا اوسكار. وين نروح؟ ضيعت طريقنا. من هنا. طيب. ونعد دراجنا. حلو اني اخذت الماجنوم لازم يطلع لنا شيء ولا شيء. ونعد دراجنا للقصر يا سيد. ونشوف. متحمس افتح البيبان اللي ودي افتحها من اول حلقة. ايش دا السين جوا يا سيدي انت وياه. دوغوز اقعد اقعد ريح ريح قلنا يا اخي يا اخي ايش فجل شوف جل يا الله دينجر بموت يا اخي جل يا اخي متقاعس اخر كلام هذه ما فيها واحد اثنين هات الماجنوم اللي قابلنا على طول فجر راسه يا الحبيب والله التموتين في الطريق للقصر يا متقاعس هذا انت شرطية شفت كيف الدوغوز قاعد ناشب علينا كثير ما صارت ولا لعبة ريزدنت عشوائيات على كيفك لو واحد أكلنا هنا ولا هنا رحنا فيها فك الباب يا تشل بسرعة وش بك طالعين في الباب اوه ترك لنا اشياء باري مرة ثانية حلو بخاخين مشكور يا ابو البر بسرعة يا اختي يا اختي خذي البخاخ خذي فرست عيد اوكي اخذنا باقي رصاص شو اسمه هذا الرصاص ايش؟ اسد من اللي حطه هنا؟ باري؟ باري والله انك كفو هاي خذ لك ايش فيه؟ تشيل بالله امشي يا تشيل امشي يطلع لك دوغوز ولا شيء شفت يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر مين هذا يا ساتر يا ساتر خرج مع الباب خرج مع هذا الباب من طريق الدوغوز وخرج علينا يا ساتر هانتر ذبحت جل ذبحت جل خلاص 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 خذ قلع who's the hunters now الله يخلي الماجنوم يا سيد دقيقة هذا الباب ينفتح بهذا الباب مفتاح اللي عندنا لا طبعا الهناتر خشوا علينا معناته الوضع صاير خوف مات هذا ولا لا؟ يا ساتر في ذا فلاش كله في الصياح مات ولا لا؟ يا ساتر طلقيه تشيل وش بو ما يموت ذي ثالث طلقة يا اخي ايش هذا يا اخي معطوب هذا الماجنوم حقنا ولا وش؟ اخوك هناك مات طلقة واحدة يا سيد ضفدع يا ساتر هذا هو اللي قتلناه هذا واحد ثاني حتى برضو ليش ياخذ ثلاث طلقات كسر باب الحمام كسر باب الحمام المهم هذا الباب جنبك وصلنا له أخيرا نشوف ايش فيه من اول ودي افتحه يعني
طبعا يوزته، أنا اللي يوز الهلمت كي. وإيدك على الار ون وقنص، ما تدريش بين فيه ورا الباب. ما فلا مدريش ذي. Some kind of eternal organ outside. سواليف سواليف علماء. لغز فاشن جلوب. انك ما عندنا وين نحطه، ما عندنا محل. يمكن نخش هذا الباب. كيدك على ار1 واعطون زومبي. يستاهل ولا ما يستاهل؟ يستاهل. يلا والله يا قهري، خلي عندك هذه. يلا يا حسافتي يا تشيل، كان طلعتي الماغنوم المسدس بدري، حفظتي الماغنوم. يلا عوافي. خذي الداجر، داجر ينخذ. شايف الغرض قديش ما يمدينا ناخذ؟ وش ذا؟ طيب وش هو؟ ادري اني ما اقدر اخذ. اكتبوا لنا الاسم. وش هو طيب؟ يلا اذا هذا بنرجع له. خلينا نفتح البيبان الثانية اللي نبغى نفتحها اول. طيب انا وين زدت شفت الهلمت كي؟ وين زدت شفته؟ ليش انقفل علينا ذا الباب؟ ليش احمر مكتوب؟ ازرق دوبه كان احمر والله. اي عرفت 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 وين عرفت وين عرفت وين. بس لا يجي علينا هانتر، لأنه لو جاء الهانتر العلوم بتصير طرطش لي. يا ساتر هذا الباب. It's locked from the other side. في باب قدامي يا تشيل، في باب قدامي يا تشيل. There is another door chill. Chill chill. هذا شوف هنا على على اليمين في باب على طول. ايوه يس الله يستر. ايدك على على ار1 وقنص يا تشيل. اي واحد يطلع ها شايف هذا؟ شايف هذا كيف يطالع فيك يا تشيل؟ يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر. Oh my god. لا يكون تراب. لا يكون تراب ونعيد هذا كله. ولا الانوار. وش القصة؟ خلينا نقرا خلينا نقرا. ها؟ X-rays drawn upon us. ها؟ خمسة ستة تسعة واحد. خمسة ستة تسعة واحد. أمبريلا. What is that؟ وليش هذا العصفور يطالع فينا؟ ذي الأصوات؟ ها؟ Trophy of a deer.
وهذا السيد يعني نطلع نقفله ولا وش؟ والله أنا ماني داري. شرطي يا تشيل، خلينا نرجع عشان ترجع الأوضاع زي ما هي. ما أدري وش بو هذا قاعد يحندر علينا، مش بو ما أدري وش بو قاعد يحنتر، يحنتر ولا يحندر؟ ها؟ خلاص هذا نوانا العصفور هذا، ما أدري الطير ما أدري الصقر، نوانا كله من تقاعسك يا تشيل اللانهائي. يا ساتر ما هذه العين؟ ها ها glowing yellow gel jewel sits in the eye. Would you take it? It's attached to something and refused to budge. ها what's the meaning of this? أنا ماني داري، لا نزيد نموت الحين. العين حقت هذا الحمراء قاعدة تنور وشكلنا بننفضخ. أقولك تشيل، وش رأيك ما تروحين أقرب غرفة حفظ ونحفظ عشان تعبنا لا يروح فافوش، صح ولا لا؟ شوفها هنا تحت، ولا يقعد الواحد على قلبه. نعم طيب، هذا احنا خلصنا وخزننا وسوينا كل شيء. البلوى هذه اللي قاعدة جوا هنا انا مدري ايش يعني، جابت لي الجنان، شيء يخوف، شيء يخليك محتار. انا ما ادري ايش يعني هذا قاعد يحندر علينا، انا مدري. يا تشيل ولع اللمبة، ايش يعني هذا قاعد يطالع زي كذا، ايش يعني؟ لا يبي ينتفنا ذا الحين الرصاص. نطلقه يا اخي تشل يا اخي، اي كلام اصلا مسدسك. وهذا برضو ليه هنا عنده عين، عين قاعدة ما ادري ايش تسوي. اذا طفينا اللمبة تبدأ تجي العيون. يا اخي شايف العين فوق حمراء؟ اذا طلعنا تقعد تقول كذا ليش؟ Would you take it؟ ما يمديها take it. وش رايك معطيك واحدة بين عيونك انت؟ وش بك تطالع؟ والله يهرجة والله. طب وش عنده؟ عنده ما تقول شيء تشيل؟ شايف العين؟ شايف العين؟ ها حساسات ها؟ هنا ما يمدي؟ ما ادري عاد هذه تحريات كلب. هنا يمدي؟ شايف؟ ولع اللمبة طيب. كنها شفتم كيف؟ والله كان مداها جل، لكن عاد المخرج عاوز كده. مد ايدك منه ما يمديك. ايوه نفعت يا حبيبي. طب هذا الثاني الغزال هذا، اصبر خلنا نخرج نرجع عشان ترجع الدواليب. بس والله شيء يجيب الهم والغم مع بعض. انت وين؟ انت وين نقطة ضعفك؟ قفل اللمبة يا جل. خوفي اذا اخذنا اللمبتين بيخنفر علينا هذا ويطلقنا رصاص. هو احنا نشوف هنا. اوكي نفس الموضوع.
خذيها يا اختي. اوكي. Would you take it؟ باخذها ها. يا ساتر. حس انه بيقتلني الكلب. ما تموت فكنا. يا ساتر. بأشوى شردنا منها. بس ليش نبغى ذي الثنتين احنا؟ ليش؟ ليكون نقلبها. نحط الاحمر في البتاع وهو يخرس عنا. والله 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 خلاص الظاهر كذا انتهينا من الغرفة يعني. واني اشك ان عندك سر انت. يبي طالع يترقب. نشوف بعدين. يمكن انها كاميرا مراقبة حطها واسكار عشان يقعد يطالع في جيل. يمكن يخز. طيب وين عندنا كمان باب ثاني ما شفناه؟ الظاهر اني عرفته. بس عرفته بالشكل ما اعرف وينه هو. يعني بنقعد نقحص. وينه يا ربي؟ وينه؟ وين ذيك الغرفة اللي الغرفة اللي فيها شو اسمها هذيك يا اخي؟ يحمق العقل احيانا يوم ما يعطيك الكلمة. المدخن هذيك اللي طلعت فوقها ماب وقالت جيل انه في ماب مدري ايش. في هناك باب على اللفة هناك ما يندخل. فالحين يصير يندخل اكيد. الظاهر يمكن. يا ساتر هنا. ايوه. لا دقيقة يا ابني. هنا هو هنا الباب اللي ابغاه. الزفت ورانا مدري ايش يبغى. الهانر؟ لا ما هو بذا الباب. يا الله لا يطلع علينا الهانر. انتبه من الهانر. انتبه. هذا الباب اللي نقصده يعني. فكي فاكوك. يا ساتر شو هذا بعد؟ بس تبغين تدفدفين انتي؟ خلنا نقعد نشوف المحل بالاول. يا ساتر وش ما بتعصد؟ معقول يا ناس؟ معقول؟ والله لتعصدني. طيب راحت علينا خلاص. واذا كذا وقلت جيل صارت عصيدة. أشوى. يا ساتر. سويتش. لا هي كذا يعني نشرد من قدام. اها فهمت. لا ما فهمت. هذا دور. اوه فهمت المقصد. ندف ذا هناك شغلة. هيا اسمعي تشل. هيا دف هيا بسرعة. يا ساتر اشرد يا تشل. نروح نفك الباب ويلا نقعد على ذا الحال. انا فعص لا يكون انفعص ولا وقف قويا. وقف ما ينخاف عليه التمثال. ينخاف علينا احنا. يا ساتر تشيل. طيب اذا سمعت صوت الهبده اضغطي الزر ويلا نرجع ندف الحين كذا. بس نيجي وندف. ها اوكي تشيل.
يمدي ما نشوف عشوة. إذا سمعت صوت الهبدة اضغط الزر بسرعة يا أختي. ياخذ التحكم الأهبل بسرعة عشان لا تخرب علينا ذي. هنا التحدي شكله يكمن. ها؟ وش السالفة؟ شكلها ندفها على الجدار. ها؟ انها لو تشلت تسرع تحركها. دف 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 على الجدار على الجدار. اي نعم لا يزيد ينزل علينا من فوق ذي الحين. اشوى باتري وش هذا بعد هول ايه يو كانت سي ما يمديك تشوف شاخرته. ننزل انزلي عساها لا حرثت. نزلت وش هذا اللي طايح في الارض كتاب ايجل اوف ساوث وولف اوف نورث. وش ذي السواليف ايش؟ بس المصيبة ما يمدينا ناخذه. تشيل نيم ايش؟ نيم محفور في القبر. جورج تريفر. مين هذا تريفر؟ ابو ليزا اكيد. فكلنا السلم ويلا من دحديرة لدحديرة اخس وعساها لا حرثت. جورج تريفر يا ساتر يا اوه شو الشكل. شوف الكلبة ما تموت. هذا اسيد سبايدرز. شو هذا؟ الظاهر انه ما يمديك تمشي منها. ولا كيس شو الصوت. يا وش ذا المحل؟ روحي اقول روحي. كيف قاعد تستعد للمضاربة بكبرها هذي؟ الظاهر بس في ثنتين. دور باب شفتها تتحرك. ليش؟ ليكم قامت. مين يبغى سيد؟ خطوات زومبي العفن ولا يكونه كريمزن هيد. يا ساتر زومبي روح موت. اقول موت. هذا باقي يصير كريمزون هيد لازم نحرقه بس ما عندنا ولاعة الحين. داجر اعطونا الداجر. ها شوف الكلب قلنا لك موت. تأكد يا جل تأكد تمشين يجري بعد. يا ساتر it looks like power supply. اوه الالفيرر يعني المصعد خربان ما في قوة ما في كهرباء. اليوم رحت ابغى اسوي الكهرباء خربانة. سباكة تشول يمديها تزبطها. ما عليكم زيد رصاص عندك عساها. هذا كأنه باب. ها يو انلوكت ات. الخيبة من قاعد يستنينا جوا هنا الحين. طلع له واحد بازوكا في وجهه. هو المطبخ ورجعنا حيث بدأنا. هذا هو المصعد هنا اللفة. لكن اللي هنا متعنفص هنا عندي لا يزيد يصير كريمزون هيد.
اشتغل؟ كيف تقولون دوبو ما اشتغلت؟ ولا انا ما قريت مزبوط؟ قاعدين ننزل وننزل وننزل ما خزننا. الله يستر. بس مصعد ضيق. واذا بنا ويننا؟ خذ الاحمر. خذ الاحمر زومبي. خذ يا عيني عشانك خوفتنا. تاخذ واحدة يعني. شو صراحة ما حد يتمرجل معاك. مات. تفشل. جاء الثاني. هنا يا سيد. هنا يا الحبيب. تعال قرب. مات ولا لا؟ مات. يا ساتر. دور. ما غير نفتح ذا البيبان بكل لا مبالاة يا ناس. اوه سبلايس. اوه باتري. بس المصيبة ايش؟ في محل. ايش نسوي؟ You unlocked it. يا رب ان اختصار كذا فهلوي. الا عرفت وين. عند الغرفة اللي كذا كأنها قصر. نعم. بس هنا في غرفة حفظ. يا ساتر وش هذا الظل؟ وهذا الظل تشيل. انه هنا جانا كريمزون هيد اول سوالنا عقدة نفسية. ما حد يبغى يلاقي الكريمزون هيد الصراحة. شيء يجيب الهم. خلاص أبغى غرفة حفظ. وينها؟ يو غربان السلام. لا يكون زعلوا علينا. مرتصين. خلوكم ساكتين. قد قتلوني في الجزء الأول. حكسوني ون. مدري ليه. من هنا الطريق ولا لا؟ أنا مدري. لا يكون هذا صاحبنا. من هو هذا؟ شو اسمه؟ كينيث؟ كينيث. لا يكون بيصير كريمزون. كريمزون. نبغى غرفة حفظ يا سيد. غرفة حفظ فوق. خلاص دليناها. طيب ناتي للختام. وشكل سوينا كثير وباقي لنا كثير. لا تنسى اللايك يا الحبيب. أعطينا اللايك يعني. ونستكمل في يوم ثاني. شكرا. السلام عليكم.